صباح الخير يا مدام رحمه. صباح النور. تعال هنا يا ابني. انت مين انت هنا ورايح جاي كل يوم تقعد تقول لي صباح الخير ومبتسم وسعيد قوي مش فاهم على ايه؟ انت مين؟ انا مدير موقع حضرتك. موقع ايه؟ طب اتكل اتكل يلا. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا فندم. طمنيني حضرتك عملتي ايه مع هدى؟ مسكتها الكير سيرفيس احسن. تعالي معايا عايزاكي. تحت امرك. اقعدي. بصي بقى يا ستي، انا قررت اتجوز اكمل. مش فاهمه قصد حضرتك. انا اخيرا لقيت بنت الحلال اللي تسعده وتهننه. بجد؟ مين؟ المليارديره ناتاشا. واو، حضرتك تعرفي ان عندها طياره خاصه بتعمل بيها مشاورها بدل عربيات؟ بجد؟ ايوه، ده غير ان بيوت الازياء العالميه بتبعت لها الموضه كادو علشان تلبسهم لان كل البنات بتقلدها. يا سلام، دي مكسب لينا جدا جدا. ده غير ان عندها جزيره خاصه بيها بتقضي فيها 10 ايام بس في السنه. هي دي الجزيره اللي انا نفسي اعيش فيها. بس خلي بالك، دي شخصيه مثيره جدا للجدل. مش فاهمة. أفهمك، دي بقى من الشخصيات اللي بتعتني بحقوق الإنسان والحيوان. تعرفي حضرتك إنها قعدت من غير أكل لمدة شهر كامل علشان خاطر قطة. قطة؟ أيوة، ده غير إنها كانت بتزور كل الأماكن اللي فيها مشاكل عنصرية وحررت قوانين كتير قوي علشان خاطر حقوق الإنسان. بجد دي إنسانة عظيمة جدا. طب إزاي أحطها تحت باطي جدا؟ دي بقى ما بتجيش غير بالسياسة. السلام، انتي جيتي في فرخة يعني؟ ما أنا ضليعة في السياسة. لا بقى، بس دي سياستها غير سياستك خالص. قصدك إيه يعني؟ هي لازم تعرف إنك إنسانة رقيقة، عندك استعداد للتضحية، بتحب الناس، رقيقة مع الحيوانات. انتي بتشكي يا هلا؟ ده أنا أرق بني آدم ربنا خلقها. أبداً حضرتك خالص أكيد. وفوق ده كله لازم تكوني بتفهمي في السياسة العالمية والمحلية والفن لأنها مثقفة جداً. يا سلام، يعني أنا من بكرة هنزل أجيب جميع المسلسلات الصيني وثقف نفسي.